جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إلقاء درس قبل أذان الجمعة في المسجد، علما بأن أهل المسجد يريدون ذلك، ويوجد بعض الناس في المسجد يقرؤون في المصحف المنفردين، وبعضهم يقوم بأداء تحية المسجد، مما يجعل الدرس يفسد عليهم قراءة القرآن أو الصلاة، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ وجهونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. هذا العمل غير مشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا عن أحد من خلفائه الراشدين أنهم كانوا يفعلون ذلك، وإنما يكتفى بالخطبة. الخطبة هي الدرس العظيم، وهي الموعظة، وهي التعليم، تكفي عن هذا الدرس الذي يسأل عنه السائل. نعم.